هسه الحادث اللي صار وشلون طلعت السكينه وشلون ضربته مثل لنا بايدك حركي تفضل. هو من طبق من ايدك بجيبك كانما سكينه عندي وطلعتها. هو كنت كان شبيد السكينه قبل 5 دقائق قبل لا يوقف. زين. ايه. تعال صباح. من من وصل؟ اقعد قدامك كانما انت هذا السائق. هذا كذا. اقعد. احسنت. هذا السائق مال التيك توك. ايه. انت وصلت مكان توقف على الطريق. ايه. داروش عليه هو. كانما اليوم الحادث هسه الحادث. ايه. هسه انت طلبت منه توقف كانما ما موجودين مالنا علاقه. ايه اتصرف من وقف؟ الا الا انت كانما حادث صاير. ايه هو من وقف وداروش عليه قال له هنا قلت له انزل من التكتك وانا بيد السكين. ايه فجأة دنك شال البوري ضربني. قبلها ضربته؟ لا هو ضربني. ضربته وين؟ مديت ايدي من جوا. وليش ضربك؟ ها؟ ليه ضربك؟ من مديت السكين عليه؟ اي غير انت بالبداية هددته. ايه السكينة انزل وعوف التكتك. ايه انزل عوف التكتك. زين. سحب البوري ضربني. زين. من ضربني ضربته من جوا التكتك. زين. ايه. شلون ضربته؟ ضربته هنا خاصة. وين بالضبط؟ هنا بالضبط. ضربته. ايه. قدر ينزل؟ نزل وبيد البوري. من نزل ضربني. وانا ما تنزلت. نزل. ايه. يعني ما قدرت تاخذ التكتك وتشرد بيها؟ لا ما قدرت. ليش؟ ما حاولت. انت من ساعه قلت السويتش بيها. اي ما شغل واطلع. ما قدرت. لازم تبوش. نزل. اي تمام تمام شكرا اخوي تعبناك ويانا العفو. انت ابقى قاعد. نعم كمل. ايه كمل يا سيد العقيد تفضل. انور ظل قاعد ظل قاعد ظل قاعد. نزلت التكتك. ايه شنو اللي صار؟ يعني رادي يخلص عليك يعني ينقذ روحه؟ ايه رادي يخلص علي. ينقذ روحه يريد. يعني انت بضربته. ايه ضربته كانت قويه مال شخص لو شويه بدا اثرت عليه ضربتك السكين. ايه اثرت عليه؟ هو من نزل ضربني وانا ضربان. ضربته سكين. ايه اثرت على صحته بحيث ما قدر لان هو شويه يعني جسمه اكبر حجم منه، صح لو لا؟ بعد ما من استمريت بالسكينه. ايه لو شنو اللي صار وراه؟ اي ضربته له 3 مباراة. ها؟ ضربته له ثلاثة. ايه وقع بالقاع سقط؟ لا ركض. ركض؟ اي ركض مسافة هيك. انت وين سويت؟ انا شقلت وطلعت. باتجاه من؟ باتجاه النجف. باتجاه النجف؟ ايه وصار اللي صار. انا شوية يعني عفوا سيادة العقد خليني شوية اقعد لك. تعرف ليش راح اقعد لك؟ لأنه انا اول شيء متأسف عليك. انت مواليد 2005 يعني هسه انت بعدك بعز صباك صح؟ انت الان تمثل جيل لبلد صح لو لا؟ انت الان المفروض تمثل حاضر ومستقبل. يعني هاي شباب الدنيا كلها الدول كلها معتمدة على هاي الأعمار الـ 2005 بعيدا عن الاخطاء اللي موجوده وانه انت التيك توك مالتك انحجز احتاجيت محتاجيت. ما المفروض توصل بيك هاي المرحله بعد انه انت فكرة. هي مو بعد مو تليفون وكسرته وبعد انتهى. هاي روح بشر هذا عده اهل اخويا بالك يمي. يعني ليش هيجي؟ يعني هسه انا تدري قد مقهور عليك ومقهور على وضعي ومقهور على لان انت تمثلنا. المفروض ما يصير هيجي. غير الانسان يكون مفروض يكون مواطن صالح على الاقل اذا ما يؤذي الاخرين يشف الناس شره صح؟ صح. هسه انت صار لك ايش قد بالموقف؟ صار لي شهر. متت اذا ما اكلت؟ متت اذا ما انت ما متزوج صح؟ لا. ما متزوج طرقك وطرق روحك. نخذ من عندك التيك توك لاجراءات وقايه الك اجراءات قانونيه. زين يعني انت بهذا الموضوع يوم ما صار عندك مصرف تروح تفكر تسلب وتشتري سكينه وتقتل. لا. حرامات على شبابك. ها والله حرامات. يعني تعرف اساني يعني قلبي غدا نار عليك. ليش؟